بطولة صعبة، بطولة على أرضنا، إن شاء الله نحاول نحقق الحلم اللي الشعب المصري كله عايزه، اللي احنا أول حاجة نوصل الأولمبياد وتاني حاجة بطولة في أرضنا فناخد بطولة أفريقيا. فإن شاء الله نتمنى إن التوفيق يبقى معانا واللعيبة كلها مستعدة بشكل كويس مع الجهاز بتاعنا، وإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى خير يعني علينا إن شاء الله. أقول لجمهور مصر كلها أنا نفسي تساندونا في الإستاد وتقفوا جنبنا، احنا كتير قوي ما لعبناش يعني، اللعيبه كلها اللي موجوده وانا واحد منهم ما لعبناش كتير قوي ضد جمهور لما الاستاد كان بيبقى مليان، فاتمنى ان انتوا تبقوا معانا وتعزرونا وتقفوا جنبنا، وان شاء الله احنا نحاول نحقق لكم الحلم بتاعكم وبتاعنا كمان. كابتن شوقي او في النادي او اي حاجه، انا تحت امر الجهاز الفني بلعب في اي مكان، انا بلعب في الحته اللي قدام عامه، فكابتن شوقي ساعات بيوظفني في حته معينه، فدي وجهه نظره وبحترمها وبحاول ادي 100% على قد ما اقدر. في مارس بدأنا أول لقاء لنا وبدأنا بلعيبة المنتخب، يمكن أشركنا خلال المرحلة دي كلها حوالي 40 لعيب، إحنا لعبنا مع مدارس مختلفة، شاركنا مع فرق من أفريقيا، وشاركنا في مباريات في آسيا، لعبنا مع السعودية، ولعبنا مع الإمارات، ولعبنا مع أوزبكستان، وشاركنا في مباريات في أوروبا، لعبنا مع هولندا. العبء بقى أكبر على المنتخب الأولمبي وعلى أفراده وعلى الناس اللي موجودين فيه كلهم وعلى مسؤوليه، ان احنا دلوقتي بقت بتشيل طموحات الكره المصريه، طموحات الكره المصريه قبل البطوله، ان انت قبل كده في بطوله ما مرش عليها كانت شهر 6 و7، النهارده انت بتلعب في شهر 11، الفرق الزمني 4 شهور او 3 شهور، فرق زمني قصير جدا، ان الناس عايزه تشوف المنتخب، عايزه تشوف لمصر مستقبل في الكره. احنا بنوعدكم باذن الله ان احنا هنحاول بقدر ما نملك، هنحاول ان احنا يعني نقاتل، ان احنا باذن الله كل لعيب يعتبر جندي دلوقتي في المنتخب الاولمبي، هو حاطط نفسه تحت امر البلد بيشتغل بيقاتل، ان احنا باذن الله باذن الله الوصول للاولمبياد هو الهدف الرئيسي للمجموعه دي كلها ولكل اللاعبين. كتب علينا ان احنا ندافع عن اسم وسمعه الكره المصريه. Wait!